السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة، أموركم كلها بخير إن شاء الله. اليوم فيديو جديد غادي يكون فيه المهم غادي تكون فيه شي حاجة اللي هي زوينة وشي حاجة اللي بشحال هذه وأنا كنفكر ليها، وأكيد نتوما عارفين نص الموضوع، فإن شاء الله غادي نشارك معاكم اليوم شنو غادي ندير وشنو الجديد وتحضيرات، لأنه صافي بدا العد هكذا التنازلي كما كنقولوا باش نبداو نحضروا هكذا ان شاء الله الولاده. حاجه تانية بغيت نشارك معكم واحد الغديوه اللي هي قزال البنات ديال نيكريسكو، بزاف ديال البنات كيعرفوها. المهم يعني بحال لي بات اولا المقرونيه، ولكن بطريقه اللي هي جديده، فهاد الشيء اللي كينفع حاليا لهاد الصيف اسهل حاجه ممكن ديريها واسهل اكله ممكن تصوبيها في هذا الوقت ديال الصاد. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى يكون خفيف وظريف عليكم. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم، تنساوش تخلوا لي لايك وتشتركوا في القناه، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، ونقول لكم فرجه ممتعه. مهم بنات، غادي ندير الغريوه ديالي ساهله، انا وليت كنقلب على داكشي الساهل، ولكن عرفتوا البنات هاد النوع من هاد لي بات اولا هاد اللي غندير معكم سميتها نيكريسكو، كتجي خطيره. عرفتوا راه ملي كنقول لكم شي حاجه خطيره، المهم تسمحوا لي ما غاديش نبان حيتاش صافي الصهد. هنا غادي نحتاج صدور ديال الدجاج اولا عندكم فخاد، المهم اي حاجه كتقطعوهم تقطعوهم هكذا صغيرين. انا عندي هنا الدجاج كان عندي صدر حيت لي العظام قطعته. غادي نحتاج فلفل الوان، اي الوان عندكم، المهم انا عندي الاحمر والخضر والبصله وعندي الثومه. عندي هنا واحد الفليفله صغيره حاره غير باش تعطي الطعم، باش نقاد لكم بلاتي البنات ليكم الفلفل الالوان، اي فلفله عندكم والبصله وسميتو والثومه كتقطعوهم هكذا جني وحات صافي. وغادي نحتاج البهارات ديالي، المهم المقرونيه اولا سباكيتي اولا بغيتو ديروا ديك المجعبه الصغيره ديروها، انا عندي غير هذه، اي نوع مقرونيه عندكم ديروها. غادي نحتاجو للبشاميل الحليب والزبده والفرماج، وغادي نحتاجو واحد مطيشه، انا غادي نجيب واحد المطيشه مهمه دابا غسلها قطعتها غنضيفها على هادو صافي. كما قلت لكم عرفتوا البنات والله حتى كتجي خطيره. واحد المره جربتها، ماشي جربتها، شاركتها مع البنات في الانستغرام، عرفتوا لصقوني عليها وما كنتش صورتها الصراحه، وعدتهم قلت لهم ان شاء الله غادي نشاركها معكم. فالمهم اليوم غادي نشاركها معكم. هادشي اللي فيه سهله مهله، كتحضر في قولوا كتحضر في ربع ساعه ولا في 10 دقائق، ما غاداش تاخذ منكم. المهم دابا غادي ندير الدجاج ديالي يتقلى اولا يطيب، من بعد غنضيف عليه الخضر وهانتوما معايا. المهم هنا البنات بعد ما درت هذا الدجاج ديالي غادي ندير البصله باش تبان لينا شويه معاه. المهم هذاك المره كله غينشوف، نتوما غير ملي ديروا الدجاج ديالكم عليو النار باش كله غادي ينشف. المهم بقى ما درت لا بهارات لا حتى حاجه، دابا غادي غير شويه بدا ينشف هكذا غادي ندير البهارات. غندير البصله، ما تدبلوش الخضره بزاف، عرفتي راه ملي كتبقى شويه واقفه كتجي زوينه. المهم صافي غندير البصله، من بعد غادي ندير الخضر ديالي هادو الاخرين، وغادي نقطع الثومه حتى هي غنديرها وغندير البهارات. بالنسبه للبهارات فيهم فلفل اسود، فيهم الكزبره شويه ديال الكزبره شويه، الناس قالوا لي ما تبقايش ديريها، وفيهم شويه ديال الملحه شويه ديال
البابريكا وعندي واحد البهارات ديال المشاوي كنت مصوباهم، غادي ندير لهم شويه فيهم شويه ديال نسيت شنو فيه كاع، طيب فيهم شويه ديال اليزير. المهم نتوما ديروا اي بهارات عندكم، الا عندكم شوفوا عندكم بهارات الشاورما ديروا بهارات الشاورما، ما عندكمش غادي تكتفيوا غير بالبهارات اللي عندكم وصافي. المهم الناس حطيت البهارات ديالي، غادي ندير غادي نزيد واحد شويه ديال الصلصه غير تقلى ليا، وغنزيد شويه الصلصه الخضر ما غاديش نبدلها بزاف، انا بغيتها تبقى ليا شويه، ما بغيت غير الدجاج ياخذ واحد اللوين اللوين ياخذ اللوين بحالي. الله يهدي شي ناس ماكينه التعاليق ناري وحكي الله كت تحسي بداك داك المرض وداك السم اللي عندهم في القلب كيخرج. المهم البنات اللي شافوا ديك واحد التعليق راه غادي يعرفوني على جداوية. علينا غادي نجيب شويه ديال الصلصه ومن بعد غندير مطيشه ولا طماطم، خلاها محمد قال لك ما عرفتش كيقول لها طميطه. غادي نخليها هي الاخر باش تبقى لي شويه واقفه. المهم هي البنات درت الماء يغلي باش غادي ندير فيه السباكيتي ديالي، كما قلت لكم نتوما راه غديروا اي نوع سباكيتي مكرونيه عندكم ديروها، يعني ما ديروش بنوع واحد، اي نوع عندكم راه كيجي زوين. دابا صافي غنخلي هذا يبرد شويه بينما المكرونيه عندي تسلقات، ومن بعد عاد باش غادي نحضر البشاميل اخر حاجه. بالنسبه للبشاميل غيكون مختلف شويه، غيكون خفيف ما غيكونش ثقيل، لانه غنوريكم واحد الطريقه اللي غادي نصاوبوا بها المغرسكو. المهم هنا بالنسبه لبنات البشاميل في هذه الوصفه كيجي خفيف جدا، هنا انا درت واحد تقريبا جوج معالق تاع جوج معالق او ثلاثه لانه كيبغي كميه كبيره من البشاميل، ثلاثه معالق ديال الزبده، وغديروا معاه ثلاثه معالق ديال الطحين، دائما كيكون الزبده قد الطحين، كديروا في طنجره اولا في حله اولا في كاسرونه كما كنقولوا. كيجي هذا البشاميل البنات خفيف، كيجي غير البشاميل اللي كنديروا به المكرونه البشاميل المصريه اللي كنت شاركتها معكم شحال من مره. صافي كديروا هكذا كتحركوا كتخليوا غير تذوب ديك الزبده، من بعد كديروا ثلاثه معالق ديال الطحين بهذا الشكل كما كتشوفوا. صافي حتى كتشوفوا هكذا هنا تكتل واحد شويه، ومن بعد كتضيفوا الحليب ديالكم. بالنسبه للكميه ديال الحليب اللي كتقد في هذا البشاميل مهم كتكون اكثر من نص لتر بشويه، فهذه هي الكميه ديالو اللي خدمني انا، يعني اكثر من نص لتر بشويه كما قلت لكم كيجي خفيف. صافي كديروا شويه ديال الفلفل الاسود شويه ديال الملح، وكانت كتبشروا فيه واحد جوج فصوص ديال الثوم كيعطي واحد اللذه زوينه، وكتزيدوا واحد البيضه في الاخير، وكتزيدوا جبنه موزاريلا حتى هي في الاخير كما غدا نشارك معكم دابا. المهم الناس كما قلت لكم غادي ندير واحد البيضه فالاخرت كنطفيو صافي، غادي نحرك بسرعه باش تتخلط لهنا، كتجي عرفتي كتعطي واحد اللون من فوق حمر زوين البشاميل،
دابا غنوريكم بشاميل كيفاش كيبقى كيبقى خفيف. وفي نفس الوقت غادي ندير الجبنه ديالي، انا عندي جبنه نتوما ديروا موزاريلا، اي جبنه عندكم كدوز ديروها. انا عندي هذه الجبنه، جبنه مع سميتها جبنه شلال ولا شلالات، المهم واحد الجبنه زوينه. ديروها والفرن والبشاميل سخون باش تذوب معاكم. المهم بالنسبه للبشاميل البنات ها هو شتوه، كتخليوه هكذايا خفيف باش كما قلت لكم غادي نخلطوا به المكرونه ديالنا. صافي هي الجبنه ديالنا شتو كتذوب دغيا كتذوب، نزيد شي شويه الصراحه هذه كتبغي الجبنه. ما عندكم جبنه ماشي مشكل، ديروا جبنه مثلثات. شوفوا راه ما غاديش ما تحتاروش معايا انا، ديروا جبنه مثلثات مربعات ديروا اللي موجود عندكم ديروا، ما كايناش ماشي مشكله. غادا طلع لينا هذا نيريسكو واعره، ماشي ضروري الواحد يلتزم بواحد الحاجه. المهم المقرنيه ديالي ها هي والدجاج ديالي ها هو جاهز والفران خدمته باش غدا. المهم انا ساعات صراحه كنشد هاد المكرونيه كنخلطها مع هذاك، يعني هاد السباكيتي كنخلطها مع هذا كتجي زوينه، لكن دابا واقيلا ما عرفتش اش ما غندير. دابا انا غادي ندير بحال شكل البشاميل او غنخلط شويه ومن بعد غندير لاخر الوسط بلاتي ما نوريكم. غادي ندير النص والنص غادي نديرو شوية، المهم باش يجينا في كل شيء، والباقي غدا نديرو في الوسط بحال شكل ديال البشاميل.
صافي البنات غنديرها في الفران. المهم غادي نديرها في الفران، غادي نشعل عليها من التحت حتى كتشوفوا بدا ينشف لكم الفوق شويه، بعد باش كتشعلوا عليها من الفوق وتردوا ليها البال تحمر تاخذ داك اللوين الزوين، يعني ما تاخذش داك باش ما تحرقش لكم ولا شي حاجه. صافي ومن بعد كتخرجوها كتاكلوها بالصحه والراحه. غادي نديرها ملي تخرج شويه عليكم، ملي تخرج غادي نشارك معكم ان شاء الله كيفاش جات. ها هو وجد عندنا نيغريسكو، تسمع غير شويه ديال الطماطم بالصلاه والفلفله، وهذيك محمد ماشي هي شويه ديال المخلل. ايوا اللي لبس كما قلت لكم هاد الكسيوه هذه اللي كانت جاتنا عريضه بزاف. المهم برده ماشي مشكل، يلا تعالوا ننزلوا. اش كنهضر وكنهد بحال اللي كنجري ما عرفت فين وصافي. شوفوا الماء، انا ديما جوج حاجات كنهزهم، الماء وهاد المعقم، الماء والمعقم ضروري، هذو ديال ضروري كنهزهم. يلا غادي ننزلوا لتحت. المهم اليوم قررت ان شاء الله باش غادا المهم غندير بوصيه ديال الحمايه، الله يرحمه الله يغفر لي يا رب في النار. هو كانت عنده واحد الحاجه، المهم ديك الحاجه اللي قالها لي غادا نديرها، ولكن بغيت ندير حاجه اخرى باش هكذا تبقى يعني البيبي مني كبير ان شاء الله يعرف انه هاد الحاجه ما نشدو، ماشي شي حاجه اللي غير المهم يعني نستعملوها وتمشي. ف فكرت في هاد الحاجه، المهم غدا نشوف اشنو غدا، المهم غدا نمشي نشوفوها دابا نشوفو الى متاحه ونشاركها معكم بطبيعه الحال. ما عرفتش واش غدا، المهم داك الثمن اكيد ما غاديش يقضني، غادي نزيد على شي شويه. المهم انا بغيت غير شي حاجه اللي تكون يعني تبقى هكذا، يا تبقى حتى اللي يكبروا الوليدات ولا يكبر البيبي هكذا يعرف راه مشي. مهم بنات بالنسبه للشيء اللي قررت اني نديرو بدوك الفلوس ونزيد عليهم، قلت غدا نجيب واحد غرفه نوم. انا بصراحه كنت غنجيب غير خزانه فقط يعني، وهكذا تبقى يعني على قد مثلا الميزانيه ديالي، ولكن ملي مشيت لهذا المحل لقيت فيه ان غرف النوم رخيصه بزاف، فالفلوس اللي غتجيبي بها خزانه كتزيدي على غير شويه بسيط وتجيبي غرفه نوم كامله فيها سريرين وفيها مهم خزانه ثلاثه وفيها واحد الكومودين ولا كتحط جنب السرير وفيها التسريحه اللي كان في بالمجغره، فصافي قررت انه نجيبوها. انا جينا هنايا لهاد المعرض فيه الفراش. شنو قال لك؟ اليوم تستلم تكمل وتاخذي. المهم اجي نشوفوها ونشوفوا اللون. المهم البنات جينا هنا خرجنا من هذاك المحل ديال الموبيليا، صراحه عنده داكشي زوين ورخيص، انا داكشي صراحه اللي بغيت ناخذ يعني الفلوس ديال الحمايه غنزيد عليهم شويه وناخذ، غير هو خصنا ناخذ المقاسات. المهم نتوما كتمشيو عنده كتشوفوا اشنو بغا يشوف داكشي شمن شكل وكيوجدوا لكم في تاع 25 شهر، لانه يعني كيقاد لكم على ذوقكم وصافي. هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي نمشيو لذاك المحل قلت لكم عليه في المنشيه شويه رخيص، غادي نشوف فيه شي حوايجات غير قليل صراحه، ما بغيتش ناخذ داكشي بزاف، غادي ناخذ غير داكشي قليل المهم غير اللي ضروري دابا، من بعد ما يعني سان من بعد عاد باش غادي نشوف داكشي نشوف شي حاجه يعني سان بعد ان شاء الله، ما حنا ما فيناش ديك العاده ديال التوجات. هادشي اللي كاين. محمد مشى ياخذ ساندويتشات يا الجوع، وغادي نمشيو نشوفو داك المحل. المهم غادي نصور لكم ان شاء الله، نصور لكم اشنو كاين وصافي، داكشي اللي غادي نصورو لكم راه غادي
داكشي اللي غادي ناخذو راه غنشارك معاكم ان شاء الله. قولوا لي الراي ديالكم في هذوك الغرف النوم. صراحه ما قدرتش نصور لكم بزاف لانه السهط في هذيك المحل ديال غرف النوم مو ديال السهط، والله ما قدرت نصور فيه حتى حاجه، صورت غير داك الشيء بالزربه. هما راه غرف نوم بزاف عندهم ديال الاشكال، ولكن حيت هما عندهم صفحه على الفيسبوك، ولكن كتوري كيوريك الصور مثلا والديزاين اللي بغيتي كيديروا لك ورخاص صراحه ثاني. المهم على قد الحال وعلى قد الايد. محمد جاي اشنو نمشي البنات عامره في الناس. شوف تقرب على البحر، هو ديال البحر شحال صغير. والله الا داكشي واخا بحال الخنشط العاد بارد الصراحه. انا غادي نمشي نشوفو بلاصه نبركو فيها. المهم الناس هنا كيسال الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكنتمنى تخلوا لي الاراء ديالكم بالنسبه لغرفه الاطفال، واش هذا الشيء اللي درت صح او لا، لانه انا شفت انه مثلا وغادي نشري البامبرز ضروري. راه اغلب البنات عارفين انه يعني قبل ما يتوفى حمايه بيوم كان عطاني واحد المبلغ ديال الفلوس وقال لي هادو خليهم باش شري بهم بامبرز. المهم على حسب المخ ديالو باش شري بهم بامبرز، يعني ان شاء الله الوليد ولا البنيه اللي غيزادوا. فانا قررت اني نشري بهم حاجه اللي تبقى دائما يعني هكذا يشوف هذا داك الوليد انه هذه من جدو. وايضا غادي نشري ليه البامبرز وان شاء الله، وشي حاجه بطبيعه الحال اللي كتبقى يعني كتبقى دائما مع الواحد هكذايا. فانا يعني فاش قلت لمحمد قلت لي ناخذ شي حاجه احسن اللي تبقى. فالمهم لقيت هادو في متناول اليد ولقيتهم رخاص شويه، ماشي غاليين صراحه، يعني غادي نزيد غير شويه على داك المبلغ اولا غادي نزيد المهم الدبل ديالو بحال هكذاك على داك المبلغ، وان شاء الله غادي نشوفهم. انا في الاول كانت حاجتي فقط بالخزانه، يعني قلت كنت غناخذ غير خزانه وواحد الطاوله باش ندير فيها، لانه انا خزانتي اللي عندي يعني متحملانه حنا بالعافيه. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنت بغيت نصور لكم داكشي اللي شريت وداك التجهيزات وداكشي، ولكن الفيديو جات فيه اكثر من 30 دقيقه. فان شاء الله غادي نشارك معكم الجزء الثاني من هذا الفيديو، تسناو غادي يكون فيه مشتريات وداكشي غزال وكيوت. يلا نقول لكم مع السلامه، نشوفكم ان شاء الله قريبا.